زي ما وعدناكم رجعنا لكم اكيد من الويلكم كليب. عرفتوا ضيفي اللي منورني، والحقيقه ان ضيفي هو ممثل ومخرج. خليني اقول لكم ان هو بدا حياته الفنيه في فتره الثمانينات، يعني من خلال مشاركته بادوار مهمه جدا كانت من ابرز اعماله فيلم لا تسالني من انا مع النجمه الكبيره شاديه، وشارك في اعمال كتير تانية كمخرج مساعد زي فوازير عمو فؤاد وكنوز الارض، ده كان سنه 1990. من اعماله كمان فيلم الخادمه ومسلسل الطاحونه ومسلسل حلوة الدنيا سكر وسكن البنات، ويعني رجع مرة تانية للتمثيل بقى في مسلسل الميزان نصيبه واسمتك كلبش. أنا نقول كتير 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 الحقيقة، يعني عمل كمان عمو فؤاد كامل العدد، عمل الفريدو طبعا. معانا المخرج محسن صبري والفنان الجميل محسن صبري. صباح الورد عليك، مبسوطة انك منورني في صباح البلد. صباح النور على حضرتك، انا كمان مبسوط. ايه المشاهد الجميلة دي؟ خلينا نرجع كده مع بعض فلاش باك لحد لا تسألني من أنا، وقفت قدام العظيمة شادية، ويمكن كان سن كان في الثمانينات وكان سنة 84 تقريبا. تقريبا كان سنة 84، ويعني مشهد لحد دلوقتي هو علامة في السينما، وكنت طالع بدور وكينيا. بكلمنا أكتر عن مشاركتك، ده كان أول عمل ليك؟ لا، انا كان قبلها عندي تقريبا حوالي 6-7 اعمال قبلها. 6-7 اعمال في الثمانينات. احنا مش عاوزين نكبرك برضو، انت عمو فؤاد كلنا فاكرينك من كامل العدد. ايوه، من لسه انا 41 42 يعني صغير. امال بدات امتى؟ اوكي. بس الحقيقه قبلها انا يمكن تقريبا اول حاجه عملتها في حياتي في الفيديو يعني كان مسلسل عبد الله نديم، وكان مشهد قدام الاستاذ محمود المليكي. الله، انت وقفت قدام عظماء. فكانت المخرجه علوية زكي شايفه انه انت تمثيلا، انت مش بس مخرج جاي، لا انت عايز اشوفك كممثل. اوكي، فعملت ده. رشحتك. بعدها بعدها على طول خدتني بطل في لحظه اختيار. الله. سميحه ايوب. مع الاحتفاظ بالالقاب طبعا، والاستاذ عمر الحريري كابن ليهم. الله. وكان ده أول مسلسل كبير ليا، ومن خلاله الناس عرفتني، وتوالت بقى الأعمال. وقفت إمتى؟ قعدت فترة أكيد مش متواجد، وابتديت إنك ترجع مؤخرا، إيه سبب الجاب دي؟ إيه سبب التوقف؟ إنه المخرج اللي جوايا يعني ما زال بيلح عليا، وعندي موضوعات عايز أشوفها، حاسسها ونفسي أشوفها يعني. اتجهت الإخراج، سبت التمثيل؟ ما اتجهتش، أنا كنت أوريدي مخرج منفذ، وكان عندي فيلم كنت حابب إن أنا أعمله قوي في البداية. كان عن مشاعر النوبيين بعد الهجرة. الله. كان اسمه إيجيليكا تذكروني، والفيلم ده مثل مصر في فرنسا في سينما العالم العربي، وخد جايز مهرجان إسماعيلية، وحسيت ساعتها إنه أنا حابب اللاين ده. فروحت عامل فيلم تاني اسمه الإنسان والفنار، انقذت حياة عامل من عمال الفنارات وعلاقته بكلبه على الفنار. الله. والجزيرة وكده. وبقى عندي حلم وشغف بسينما فيها صورة مختلفة مختلف. وبتحكي حكي مختلف يعني.